الملل والتبلد والاكتئاب منتشرين قوي اليومين دول، ومعهم كمان الشعور بالفراغ وباللا معنى. في كتاب الإنسان يبحث عن معنى Man's Search for Meaning بيتكلم طبيب الأمراض العصبية والنفسية فيكتور فرانكل عن تجربته في السجون النازية أثناء الحرب العالمية الثانية، وكتب ملاحظاته وخبرته اللي اكتسبها واللي خلته يصمد في السجن ويخرج حي. وصف حالات المساجين النفسية لحد ما بيوصل السجين للمرحلة اللي وصفها بوهم الإنقاذ، بيتخيل فيها السجين ان في معجزة هتحصل وتنقذه من الموت، زي ما انت قاعد كده مستني الفانوس السحري يغير حياتك. وبعدها السجين بيوصل لمرحلة الدهشة، الدهشة من انهم ما بقوش يمرضوا رغم وقوفهم في البرد ساعات طويلة، الدهشة من عدم اصابتهم بالتقرح بالرغم من قلة النظافة وقلة المية، لحد ما بيوصلوا لمرحلة البلادة. الفكرة اللي الدكتور فيكتور عايز يوضحها ان الانسان قادر على التكيف مع الظروف اللي حواليه مهما كانت صعبة، ويقدر كمان يعديها. وقال كل اللي ماتوا في السجون ما كانش عندهم حاجة يعيشوا ليها، وقال ويل لمن لا يرى في حياته معنى، ومن يمتلك سببا يعيش لأجله فإنه يستطيع أن يتحمل أي حال وبأي طريقة كانت. ابتكر طريقة جديدة للعلاج النفسي، وهي إيه؟ العلاج بالمعنى. ودي ملخصها إن الإنسان إذا لقى في حياته معنى أو هدف، فده معناه إن وجوده له أهمية وله مغزى، وإن حياتك فعلا تستحق إنك تعيشها، وإن حياتك لازم تستمر وتستمتع بيها. بيسيطر على كل سجين فكرة واحدة بس، وهي إنه بيفضل عايش عشان إيه؟ الأسرة اللي بتستناه، ولاده، صحابه اللي بيحبهم. فالطريقة للإنسان بيتقبل بيها قدره وبيتحمل المعاناة، كل ده بيهيئ فرصة عظيمة حتى في أحلك الظروف عشان يضيف الإنسان لحياته معنى أعمق. ويكمل، مفيش في الدنيا حاجة تساعد الإنسان على البقاء حتى في أسوأ الظروف زي معرفته بأن في معنى لحياته. أينشتاين بيقول إيه بقى؟ إن الإنسان الذي يعتبر حياته جوفاء من المعنى فهو ليس غير سعيد فحسب، ولكن يكاد يكون غير صالح لأن يعيش، يعني إنسان ميت اللي عايش بلا معنى. في مواقف الإنسان بيفقد فيها عمله أو حد بيحبه أو إنه يستمتع بحياته أو حتى صحته، لكن لازم نؤمن بحتمية المعاناة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، فلو تقبلنا تحدي المعاناة بشجاعة هيبقى للحياة معنى لحد آخر لحظة. خلي حياتك معنى عشان تعرف تكمل، وإوعى تستسلم للفراغ واللا معنى. الكتاب ده مفيد جدا وأنصحكم بقرايته، واسم الكتاب هتلاقيه تحت الفيديو. شكرا، وأشوفكم في حلقة جديدة.